نروح للاخبار المحليه، هنبتديها بالبطوله العربيه في سوريا. الحقيقه وانا بقرا الخبر، استنوا معلش يا جماعه قبل ما نروح بس للصور، الحقيقه انا اول بطوله في حياتي لعبتها سنه 1992 بطوله عربيه ايضا، وكانت في سوريا. انا عايز بس اتكلم، انا اول ما شفت الخبر الحقيقه اتحركت جوايا مشاعر كتير جدا جدا. الحقيقه سوريا احتضنت بطولات عربيه كتيره جدا. انا لما شفت الخبر الحقيقه ان رفع الاثقال هيلعبوا في سوريا، الحقيقه يعني مشاعر اتحركت جوايا، لان اول بطوله في حياتي انا كهيثم السعيد لعبتها مع منتخب مصر، وكان المدير الفني كابتن طلعت جنيدي الله يرحمه، كان رئيس جهاز الرياضه بعد ذلك، وكان مدربنا، كنا منتخب 17 سنه الحقيقه، وانا كنت مشارك مع الجيل الاكبر مني، ولعبنا في صاله الفيحاء في قلب دمشق. والحقيقه رحنا هناك، مش عايز اقول لكم، انا بالنسبه لي كانت اول بطوله العبها دوليه او اخرج بره مصر. ورحنا الاول بيروت عملنا معسكر، وبعد كده رحنا على سوريا. انا بشارك مع حضراتكم الذكريات عشان تعرفوا قد ايه يعني سوريا كدوله عربيه نفسنا ترجع تاني ونفسنا نلعب فيها مباريات. فروحنا صاله الفيحاء، والجمهور طبعا السوري كان حاضر المباراه، والنهائي كان مع منتخب سوريا. الحقيقه انا مش عايز اقول لكم قد ايه حجم الترحاب اللي شفناه هناك. لغايه دلوقتي انا هذه البطوله لسه فاكرها، حجم الترحاب وحجم الحب الحقيقه اللي شفناه من اشقائنا هناك، وقد ايه كان منتخب مصر مرحب بيه. وكنا من ضمن الحاجات الحلوه كانوا بيسيبونا نختار اوضه اللبس الاول اللي احنا عايزينها، يعني كان ترحاب بشكل جيد جدا. فلما قريت الخبر وقعدنا بعد كده نروح بطولات عربيه كتيره، كان بطوله عربيه مره في سوريا ومره في مصر، وكنا بنتبادل الزيارات مع المنتخب السوري ساعتها، وكنا بنلعب بطولات عربيه كتير هناك. فالحقيقه لما قريت الخبر وسعدت جدا جدا، ويعني ان شاء الله نتمنى التوفيق لكل الفرق العربيه، ونتمنى طبعا لسوريا الشقيقه انها تنظم بطوله جيده باذن الله. 12 لاعب هيمثلوا مصر في رفع الاثقال ان شاء الله هيلعبوها في البطوله العربيه بسوريا. بعثتنا سافرت امبارح الحقيقه لدمشق عشان تشارك في البطوله العربيه للمنتخبات، هتلعب الفتره من 15 لحد 21 يناير اللي احنا فيه. منتخبنا مشارك في البطوله بقائمه مكونه من 12 لاعب ولاعبه، وهم اياد محمد على وزن 55 كيلو جرام، وعبد الرحمن محمود بخيت وزن 61 كيلو جرام، ورحمه احمد عبد الرازق وزن 81 كيلو جرام، وآية محمد عبد الله وزن 55 كيلو جرام، ومنى حامد محمد وزن 64 كيلو جرام، ونعمة أحمد مسعود وزن 59 كيلو جرام، وريناد محمد حسن وزن 76 كيلو جرام، وشمس محمد أحمد وزن فوق 87 كيلو جرام، وفاطمة محمود صادق وزن 81 كيلو جرام، وجنى جنى عبد الفتاح جودة وزن 71 كيلو جرام، وبسمة رمضان وزن 54 كيلو جرام، وحنين أحمد وزن 59 كيلو جرام. وقال محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال ان المنتخب مشارك بمجموعه صاعده من اللعيبه بهدف تجهيز صف ثاني، وده استعدادا للمشاركه ببطوله العالم للشباب واللي هتكون في اسبانيا شهر 3 اللي جاي. الحقيقه الخبر هنا واضح، انا وانا بقرا الاسامي انا مش حافظهم، ولكن وانا بقرا الاسامي الحقيقه ما لقيتش اسامي من اللي اعرفها. فكان التعقيب كابتن محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد، انا كنت فهمته من بين السطور ان دي مجموعه 12 لاعب ولاعيبه جداد، الحقيقه انا صف ثاني. وتفسير كابتن محمد عبد المقصود انه بيشارك بطوله عربيه دي عشان استعداد الشباب دول لبطوله اسبانيا، لازم يكون في صف تاني. الاثقال بعد الثلاث سنين بسبب الايقاف، اللعيبه الكبار اللي موجودين دلوقتي مستعدين لباريس 2024، وفي مجموعه شباب برضو 22 23 سنه، ولكن ده محتاج جيل 15 و16 سنه و17 سنه ده عشان اللي جاي. احنا اللعبه دي بتميز بيها، واللعبه دي دايما باذنك يا رب بنحط عليها امال بميداليه او اتنين في الاولمبياد، فلازم ابني على ده، ابني على اللعبه دي ان انا عندي ميداليتين على جنب كده، الخماسي يجيب لي ميداليتين، الجودو، تايكوندو، شايفين؟ يعني انا بقول لكم احنا ممكن لو ربنا كرمنا وركزنا، طبعا خسرنا الكاراتيه، لو ركزنا بدخول رفع الاثقال مع الجودو مع المصارعه مع عندك التايكوندو، الالعاب دي احنا ممكن نلمنا 7-8 ميداليات. والله السلاح ازاي ينسى كده؟ الخماسي ازاي ينسى؟ لو نجحنا في الاتحادات دي اللي شغاله بشغل جيد، وليه لا كره اليد؟ ما نحلم كره اليد تجيب لنا ميداليه اولمبيه، ايه المشكله؟ يعني قصدي اقول لكم ان انت دلوقتي عندك قاعده ممكن تبني عليها، تبني عليها، عندك اتحادات ناجحه جدا، عندك اتحادات ورؤساء اتحادات حدوته، عندك السلاح حدث ولا حرج، عندك الخماسي نجاح مبهر، نجاح منقطع النظير على انا ما بتكلمش على المستوى المحلي، انا بتكلم على المستوى العالمي. النهارده الناس دي بتجربتها لازم تتعمم على كل، لازم ندرس الاتحادات دي عملت ايه، يد، سلاح، تايكوندو، مصارعه، جودو، لازم نشوف، تعالوا يا جماعه انتوا عملتوا كده ازاي، ونعمم الكلام ده. بتحتاجكم ازود احتكاككم، اخلي الاتحادات الثانيه فين خطتك، لازم يكون في حاجه. والحقيقه انا عايز اطلع بره الخبر ده شويه، انه كنا قرينا، معلش ده بره الكلام بس انا افتكرته وعايز اقوله، كان امبارح قرينا انه المحكمه الدستوريه حكمت
بعدم دستوريه بعض المواد اللي تخص قانون اللي هو مركز تسويه التحكيم الرياضي. النهارده محتاجين نقعد ونشوف. النهارده في قوانين او بنود غير دستوريه لسه طبعا الناس منتظره الحكم او المهتمين منتظرين منطوق الحكم وحيثياته عشان يعرفوا، لان هنا عندنا مشكله كبيره دلوقتي. مركز تسويه التحكيم الرياضي لائحته ابطلت، ما بقاش في عندك محكمه رياضيه كده، ولازم نشوف تماشيها مع القانون المصري. موضوع كبير ومحتاج وشوش جديده تدرس الكلام ده. لازم يكون في يعني ناس ليها فكر، لان قانون الرياضه بنبني عليه بعد كده. فالحاجه الخبر ده لما يبتدي يتضح والحكم يطلع هنجيبه ونناقشه مع حضراتكم ونقول لكم ايه اللي حصل وده انعكاسه ايه على مركز تسويه والوضع ايه. ولكن حتى الان لما الحكم يطلع ويبتدي طبعا خبراء يفسروه هنقول لحضراتكم، بس فرصه ان احنا ندرس الموضوع ده ونبتدي نشوف ايه اللي يفيد الرياضه وقانونها عشان نبني عليه لوائح الاتحادات. وكل الكلام ده مهم جدا، لان هي ده الاساس اللي بتبني عليه بقى الاربع خمس سنين جايين.